بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكرنا لكم فائدة عظيمة من فوائد كليل الجبل حصل بان روزماري، أنها بارك الله فيكم تحسن الذاكرة وتقي من الشيخوخة والزهايمر. أيضا هي بارك الله فيكم تكافح الشيخوخة، علامات الشيخوخة، تكافح علامات الشيخوخة، تعطي للجسم نضارة بارك الله فيكم بسبب احتواء كليل الجبل على مضادات الأكسدة صورة كبيرة جدا، يعني مضادات أكسدة. فان هيك يا جماعة زيوت الطيارة اغلي المية، بعد ما تغلي المية تضع عودين مثل هذا، ها بارك الله فيكم، مثل هذا على لتر، على لتر، لتر ماء، على لتر ماء، واتركوه مكمورا لربع ساعة، 10 دقائق، ربع ساعة بارك الله فيكم. فبارك الله فيكم تؤدي، ثم اشربها، ثم اشرب، بدك تحليها بعسل حليها حتى ايه يكون مذاقها يعني حلوة بارك الله فيكم. فيؤدي الى نضارة الوجه والتخلص من علامات الشيخوخة، وذلك لانها فيها مضادات اكسدة ثبت دورها في مكافحة الشيخوخة والتجاعيد، فهي تحفز تجديد الخلايا. شوفوا هالفائدة، تحفز تجديد الخلايا وتقلل من الانتفاخ وتحسن من لون البشرة. يا الله يا جماعة، يا الله يا النساء، لا النساء ولا البنات ولا الصبايا، اعمل المنكوع من أوراقها وغسل الوجه منه في الصباح وفي المساء، والمداومة على ذلك بإذن الله يعطي النضارة. والأفضل الأفضل شرب المنكوع، انقعوها بماء فاتر ثم بعد ماء ساخن، ثم بعد أن يفتر اشربوه، اشربوه. ممكن وضعها على الشعر، وضعها على الشعر بارك الله فيكم، تحفيز نمو الشعر. وهذه التي سوف نذكرها في الفيديو الذي سوف يأتي بعد هذا. إذن بارك الله فيكم، إذن هي بارك الله فيكم ثبت دورها الكبير في مكافحة الشيخوخة والتجاعيد وتحفيز تجديد الخلايا، تجدد الخلايا وتحفز تجديد الخلايا في الجسم، وتقلل الانتفاخات في الجسم، وتحسن لون البشرة، وبالتالي تجد في البشرة نضارة ووضاءة ولمعان ما شاء الله. هذا كله بفضل الله، ثم بفضل هذه الأسرار التي وضعها الله في هذه العشبة الرائعة جدا التي يهملها كثير من الناس. فأنصحكم بالاستفادة من فوائدها بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا، وتابعونا.